أيها الأعزاء، يتبقى شوط رمز العمانيات والخنجر الفضي بالانتظار، وأحيل الكلمة وأرحب بالزميل العزيز مطلق بن علي العنزي. يا مرحبا بالهجر وأهل المواجب توافدوا من كل دار. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا محمد مبريك، شكرا سالم بن حضير، مساعد بن متلع. متابعينا الكرام، ختامي أشواط الرموز انطلق، ختامي أشواط الذهب في هذا المساء، الأشواط الرئيسية هنا في ميدان التحدي، 6 كيلومترات حاضرة في هذا المساء. ننطلق مع هذا الشوط الرابع، الخنجر الفضي الخاص بالقعدان العمانيات. شاهدنا حلب تنتزع الشلفة الفضية في الشوط المفتوح لسالم بن سعيد بن محمد العيدة، مهدية أبناء الشحانية الناموس الأول في هذا المساء. بعد ذلك حضر العدملي لسعيد بن محمد بن سعيد بن علي بن سويري أيضا ليبقي ناموس الخنجر المفتوح في مساء هذا اليوم في ميدان التحدي. وحضرت هملولة القادمة من المنطقة الغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة لتهدي سلطان بن محمد بن سيف المنصوري ناموس أيضا الشلفة الفضية الخاصة بالعمانيات. ينطلق استكمال أشواط الرموز. متابعين الكرام، هنا الخنجر الفضي وتويوتا لاند كروزر جي اكس ار بانتظار أحد هذه الأسماء المنطلقة. هنا ظبيان ومشكور ومسنون وبيضان ومصيحان وحشيم وشاهين ومتعب ومطفي ومبعد والواعي، 11 اسما يتنافسنا في هذا المساء على الخنجر الفضي. يا سلام البداية متابعينا الكرام، هنا شعار المنصوري مع المركز الأول، حشيم مع الصدارة، سيف بن صغير بن هزيم بن سيف المنصوري مع المركز الأول ومع الصدارة، يليه مباشرة شعار البرنس هنا مع مبعد، راجح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت مع المركز الثاني. أنتقل إلى المركز الثالث لأجد مصيحان محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الحميدي، هذا هو اللي بالمركز الثالث. أنتقل إلى المركز الرابع، شعار الجريان يتواجد وينطلق مع مسنون، هذا هو مسنون أحد الأسماء المرشحة، محمد بن حمد بن خليفة العطية مع المركز الرابع، ينطلق باحثا عن تحقيق رمز في هذا السباق الكبير، سباق المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثرى. يا سلام، رمز في هذا الشوط. الله، نتابع استكمال النداء مع المركز الخامس، مع المركز الخامس. هنا من يتواجد وينطلق في هذه اللحظة، هذا هو شاهين علي بن صالح بن علي بن صالح الحميري القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، هذا هو ندانا الأول. متابعينا الكرام، نعود إلى من يحتل المركز الأول، من يتصدر، من يقود هذه الأسماء، الكادر العلوي الذي يحمل المركز الأول، يحمل الصدارة، يحمل المقدمة، هذا هو حشيم. حشيم يبحث عن الرمز، يبحث عن الرمز الغالي، سيف الصغير بن هزيم بن سيف المنصوري القادم من دولة الإمارات لتحقيق الرمز، حضر خصيصا في هذا الشوط باحثا عن الخنجر الفضي. يا سلام، المركز الثاني، هنا مصيحان مع المركز الثاني، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الحميدي من أبناء الشحانية ينطلق مع المركز الثاني. يا سلام، المركز الثالث، شعار البرنس، وما أدراك ما شعار البرنس، هذا هو الخطير، هذا هو المرشح، هذا هو أيضا اسم سجلت حروفه من ذهب من خلال ما قدم هذا الشعار. مبعد يتواجد، راجح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت مع المركز الثالث. المركز الرابع، يقترب في هذه اللحظة مسنون، محمد بن حمد بن خليفة العطية، هذا هو مسنون يقترب من الرمز محلقا منطلقا بشعار الجريان على المركز الرابع، وانتصفت مسافة الشوط. لننتقل إلى المركز الخامس، ويتواجد شعار الحميري مع المركز الخامس،
مع شاهين علي بن صالح بن علي بن صالح الحميري. هذا هو نداؤنا الثاني متابعينا الكرام. الرمز بالانتظار، الرمز بالانتظار يا أخواني. خنجر فضي شوط رئيسي للقعدان العمانيات، ولا زالت المسيرة تسير في هذا الشوط مع هذا التقدم بشعار المنصوري الذي ينطلق في صدارة ومقدمة الشوط. هنا يتأمل ويطمح بتحقيق الرمز الغالي اليوم مع سن الجداع. يا سلام على المركز الأول، سيف بن صغير بن هزيم بن سيف المنصوري مع المركز الأول. يقترب البرنس في هذا التقدم، هنا يقترب مع مبعد راجح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، ولا زلنا في أول المشوار. أول المشوار يا البرنس، هذا هو التقدم، هذا هو الانطلاق. نتابع المركز الثالث، المركز الثالث هنا مصيحان محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الحميدي مع المركز الثالث. المركز الرابع يتواجد هنا مسنون محمد بن حمد بن خليفة العطية. المركز الخامس شاهين لعلي بن صالح بن علي بن صالح الحميري مع المركز الخامس. متابعين الكرام يا سلام، نتابع المركز الأول، نتابع الصدارة، نتابع اللي مرتاح في المقدمة. المنصوري مرتاح يا أخواني، مرتاح على الصدارة، منطلق مع مقدمة الشوط. ما هناك أي ضغوط، ما هناك أي ضغوط، أي ضغوط على حشيم. سلالة غنية عن التعريف ينطلق في الصدارة، يحلق بالمركز الأول، يسير في طريق الخنجر الفضي، ينطلق مع صدارة الشوط. كيلو ونصف الكيلو ولا زالت القيادة مع هذا الشوط مع حشيم، سلالة حشيم المنطلق المندفع. هذا هو كوعنا الأخير ومنعطفنا الأخير نحو خط النهاية، نحو الخنجر، نحو الناموس، ولا زالت مع مقدمة الشوط هذه المسيرة تسير مع حشيم. حشيم يا حشيم مع المركز الأول، حلق حشيم، انطلق يا أخواني. ما شاء الله، هذا هو حشيم، انطلق في مقدمة الشوط مع الكيلومتر الأخير، ابتعد مع هذا التقدم. الخنجر بالانتظار، الخنجر بالانتظار. المركز الثاني يقترب مشكور سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. ثالثا مسنون محمد بن حمد بن خليفة العطية. رابعا يتواجد شعار الحميري مع شاهين علي بن صالح بن علي بن صالح الحميري. الله، هذا هو حشيم الأقرب للناموس. هذه السلالة الغنية عن التعريف ينطلق في مقدمة الشوط، قام راس وحتى هذه اللحظة في مقدمة الشوط ينطلق مع المقدمة، ينطلق في طريق الخنجر، يسير في طريق الناموس مع المركز الأول. هذا حشيم، سيف بن صغير بن هزيم بن سيف المنصوري. هناك السلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى منطقة الخزنة مع هذا التقدم. الله، منطقة الخزنة ومنطقة الختم هنا مع التقدم مع حشيم. سيف بالصغير بن هزيم بن سيف المنصوري، سلامنا أبناء دولة الإمارات على هذا الفوز المستحق، فوز حشيم بالخنجر الفضي الخاص بالعمانيات القعدان. تهانينا والناموس على فوزه وانتزاعه ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لأشقانا وإخواننا بدولة الإمارات. المركز الثاني مسنون محمد بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثالث، المركز الثالث شاهين لعلي بن صالح بن علي بن صالح الحميري. المركز الرابع، المركز الرابع مشكور سعيد بن خليفة بن رشيد السويد. المركز الخامس، المركز الخامس مطفي لعبيد بن سعيد بن علي الزرعي. تهانينا والناموس متابعينا الكرام لمالكي
هشيم سيف الصغير بن هزيم بن سيف المنصوري. تهنئة لإخواننا وأشقائنا بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على فوز هشيم بالمركز الأول وحصوله على الناموس. ولحظة وصوله بنشوف التوقيت الزمني. التوقيت الزمني لحظة وصول هشيم إلى خط النهاية 9 دقائق 14 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك هشيم وحصوله على الخنجر الفضي في هذا الشوط. هشيم ومالك السيف بالصغير بن هزيم بن سيف المنصوري. تهانينا والناموس والمركز الثاني مسنون لمحمد بن حمد بن خليفة العطية حل وصيفا على الرمز في هذا الشوط. 9 دقائق 19 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لشعار الجريان على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث شاهين لعلي بن صالح بن علي بن صالح الحميري. التوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية. تسع دقائق 26 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.